حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. صحيفة الأيام تقول محافظ المهرة يوجه بإلغاء بناء منازل للنازحين من الحرب. يمن مونيتور أول زيارة لنائب المبعوث الأممي فاشلة. البي بي سي تتساءل هل تستطيع الشعوب الحياة بلا سياسيين؟ ومن الأخبار المنوعة ما جاء في الجارديان، وجبة كباب تتسبب في فصل ضابط شرطة. أهلا بكم. ليست الدول فقط تضيق باليمني، فحتى الداخل لا ملاذ فيه للنازحين الذين يهربون من الموت. لا يحق لأي جهة وفقا لصحيفة الأيام أن تقيم لهم منازل في محافظة المهرة، ولا يسمح إلا بالخيام. وقد عنونت الصحيفة محافظ المهرة يوجه بإلغاء بناء المساكن للنازحين وإقامة خيام إيواء. وقالت صحيفة الأيام إنها علمت من مصادرها أن محافظ المهرة راجح بكريت وجه بإيقاف عملية البناء للأسر النازحة في مديرية قشن بعد يوم على وقفة احتجاجية في المديرية، طالبت بتدخل سريع وإقامة مخيمات خارج البلدة. وأشار مصدر في مكتب ديوان المحافظة إلى أن المحافظة وجه بصرف 200 خيمة للنازحين مع توفير كافة متطلبات الإيواء والإغاثة الشهرية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأفاد المصدر المحافظ شكل لجنة لإغاثة النازحين البالغ عددهم 1200 أسرة أغلبها من مناطق الساحل الغربي. العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، أهمها ميليشيا الحوثي تفشل مهمة شريم وتبلغه، مصير جثة صالح شأن داخلي، وعنوان الحكومة تحذر المجتمع الدولي من مخاطر التساهل مع تهديدات الميليشيا للملاحة الدولية، وعنوان من صنعاء طائرات التحالف تشن 35 غارة على معسكرات ومواقع للميليشيا، وأخيرا الإنتاج الغازي سيخفض إلى النصف بسبب توقف أحد المصانع. الملفت في قرار إغلاق مكتب الجزيرة بتعز ليس فقط القمع وقضية حرية التعبير، ولكن الملفت هو أن الأحزاب السياسية بتعز مجتمعة وهي ممثلة في السلطة المحلية بالمحافظة وفي اللجنة التي تولت تنفيذ القرار، تخلت عن أهم مكتسباتها التي بذل الناس لأجلها التضحيات والدماء عندما ثارت على نظام صالح، وتخلت عن أهم مبادئ مقاومتها لانقلاب الحوثيين، فأصبح المقاوم يشبه جلادة في كلا الحالتين. هكذا بدأ أحمد الشلفي مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، مضيفا في جزء من المقال أكتب هنا كيمني أولاً وكأحد أبناء ثورة فبراير ثانياً وكمقاوم لانقلاب الحوثي ثالثاً وكصحفي رابعاً وكمحب لتعز. يجب أن تنتبه قواعد هذه الأحزاب المنخرطة في الثورة ثم في مقاومة الانقلاب أن السير بهذا الاتجاه هو نقض كلي لتضحياتها وتضحيات اليمنيين كلياً، وفي مقدمتها الحرية بمختلف أنواعها. ألا تعي الأحزاب السياسية وهي تشكل أساساً في منظومة تعز الشعبية والثقافية والسياسية أن فعلاً كهذا قد يشبه في الغد فعلاً آخر هو إلغاء العمل السياسي ذاته؟ وما الإعلام والمنظمات إلا جزء من العمل الحزبي والسياسي الذي تميزت به تعز باعتبارها حاضنة السياسة والثقافة اليمنية على مر التاريخ. أؤكد أنني هنا لا أكتب باعتباري صحفياً في الجزيرة، فالجزيرة قد عبرت بطريقتها عن موقفها من إغلاق مكتبها بتعز وأكدت أنها مستمرة في التغطية بشمول وتوازن. ولن أخلط بين موقف الدولة وبين موقف اللجنة الأمنية بتعز، لأن موقف الحكومة يأتي من وزارة الإعلام وليس من لجنة أمنية في محافظة واحدة من محافظات اليمن، وهو ما يخالف قول النخبة السياسية في تعز التي ذكرت أنها جزء من مشروع الدولة ولا تعمل بذاتها. فلماذا اختيرت تعز تحديدا باعتبارها قبلة التنوع السياسي وما هو الثورات اليمنية وبينها فبراير؟ لتوصم بهذا السلوك القمعي رغم أنها مناهضة له منذ بزوغ فجر الجمهورية ورغم أن بيئتها رافضة له،
ألم تسأل هذه البيئة السياسية الحاكمة لتعز عن رمزية إغلاق وسيلة إعلام في مدينة تحتضن الإعلام والسياسة منذ عرفت نفسها؟ ثم أليس من حق قواعد هذه الكتل السياسية أن تتساءل عندما يقال لها أن هذا الأمر طلبته دولة الإمارات عن دلالة وثمن ومقابل ذلك الشيء المدفوع المتمثل بإغلاق وسيلة إعلام إن كان ما قيل صحيحا؟ مراهقون وأطفال أقنعتهم ميليشيا الحوثي أن يحاربوا في صفوفها وأنهم في طريقهم إلى تأمين المناطق، ثم يعودون محملين بالمغانم إلى منازلهم، لكنهم عادوا محمولين على الأكتاف. ووفقا لموقع الموقع بوست، الحوثيون يشيعون جثامين 16 من عناصرهم بينهم قيادات وأطفال في ذمار. وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي بمحافظة ذمار شيعت 16 جثة لمقاتلين في صفوفها بينهم قياديان وأربعة أطفال سقط جميعهم في معركة تحرير البيضاء. وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي في محافظة ذمار تستقبل بشكل كبير جثث العشرات من قتلاها كل يوم وسط سخط شعبي كبير من أهالي القتلى وأسرهم. يتابع الموقع، تشهد ميليشيات الحوثي الإرهابية انهيارات كبيرة في صفوفها وتضاعفا غير مسبوق في عدد قتلاها خلال الأشهر الماضية، ما جعلها تفرض التجنيد الإجباري بقوة السلاح على أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرتها. بعد حملة اقتحام لعدد من محلات الصرافة في صنعاء، انتقلت عناصر ميليشيا الحوثي إلى محافظة إب، وهناك طبقا لمصادر تحدثت لموقع المشاهد نت، أقدمت جماعة الحوثي على نهب محل الحزم للصرافة في مدينة القاعدة تحت تهديد السلاح. أوضحت المصادر أن مسلحين حوثيين قاموا مساء الأربعاء بمداهمة محل الحزم للصرافة وسط مدينة القاعدة واعتدوا على الموظفين ونهبوا ملايين الريالات من المصرف. يضيف الموقع، في مديرية ماوية نهب مسلحون حوثيون مصرف الناصري الواقع في مفرق ماوية. يتابع المشاهد نت، تعلل جماعة الحوثي مثل هذه الأعمال بأنها حملات تأديبية على الصرافين بعد تدهور سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية. عدن مدينة قديمة قدم التاريخ، رابطة بين البحر الذي همد هيجانه والجبل الذي خمد بركانه. هكذا بدأ حسن عبد الوارث مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا في أجزاء منه. في سفرها التالي تتراقص الأساطير وتتزاحم الحكايات، وقد تنوعت أعراق ساكنيها وأجناسهم وأديانهم حتى غدت مدينة كوزمبليتيانية حقيقية، إذ سطرت كتابها شعوب شتى قدمت إلى ضفافها من وراء البحار في غزوات عسكرية أو استكشافات علمية أو رحلات تجارية أو زيارات سياحية، فاستقر بعضهم فيها ردحا طويلا من الزمن، فيما غادرها آخرون بعد علاقة عابرة، غير أنها طبعت هؤلاء وأولئك بشيء حميمي من هويتها الخاصة في وعيهم والوجدان. ومن بين هؤلاء كان الشعراء والأدباء والمؤرخون من الرحالة والمتوطنين على السواء. منذ زمن قديم طافت هذه المدينة الساحرة بقلوب وعقول شعراء كثيرين قالوا عنها خواطرهم وبثوا فيها أشجانهم، بدءا من اليشكري والتغلبي والأعشى وعمر بن أبي ربيعة والفرزدق والمتنبي. ومثل ما قبعت عدن في أقصى يسار جزيرة العرب، فإن قدرها ذات زمن كان أن تحتل هذا الموقع اليساري القصي أيضا من الخارطة الجغرافية إلى الخارطة السياسية، فكانت قبلة لحلم الفقراء في جنة على الأرض تظللها العدالة والكفاية والمساواة. لكن الحلم استحال سرابا ذات زمن، غير أن عدن الحلم ثم عدن السراب آلت إلى عدن اليباب بعد أن ترامت على منكبيها قبور الضحايا في حروب الهباء اللعين. وكأن لعنة قدرية قد حلت بهذه المدينة التي كانت ذات يوم مربضا لخيل الخير ومدماكا لخيمة الشعر وشاطئا ذهبي الرمال تتوسده نوارس العاشقين. إن ذلكم الكم الهائل من الشعر، ذلكم الكم الهائل من الحب والوجد والحنين الذي أمطر عدن عبر تاريخها المديد، هو الشيء الوحيد الذي بقي خالدا في السفر العدني بعد اندثار كل مبنى ومعنى في تاريخها التليد.
هل كان يفترض أن تنجح زيارته الأولى إلى صنعاء وأن يتمكن مما لم يقدر عليه المبعوث الأممي والد الشيخ أحمد أو من سبقه؟ يقول عنوان لموقع يمن مونيتور: فشل الزيارة الأولى لنائب المبعوث الأممي، الحوثيون يرفضون العودة للمشاورات. وقال الموقع: رفض الحوثيون معظم مقترحات معين شريم نائب المبعوث الأممي إلى اليمن الذي غادر صنعاء إلى الأردن حيث المقر الرئيس للبعثة دون الحديث عن نتائج لقاءاته مع الحوثيين. وقال قيادي في الجماعة: إنه لا جديد في الزيارة، فقد فقدت الجماعة الثقة بالأمم المتحدة، وأن زيارة معين شريم رغم أنها الأولى بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إلا أن شريم لم يقدم جديدا في مواقف الأمم المتحدة. ولفت المصدر المسؤول إلى أن جماعة الحوثي رفضت خطة الحديدة جملة وتفصيلا، والتي كانت تهدف إلى تحييد الميناء الحيوي غربي البلاد بإدارة منفصلة بعيدة عن الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا. وقال القيادي الحوثي ليمن مونيتور: إن الجماعة رفضت ضغوطا من معين شريم بشأن الإفراج عن معتقلين من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام إلى جانب الكشف عن مصير جثة صالح. توعدت الحكومة اليمنية بمحاسبة من يعيقون حرية تنقل المواطنين بين المدن والمناطق اليمنية، وقالت إنه لن يتم السكوت عن مرتكبي الجرائم بحق المواطنين. وفي هذا الصدد عنون موقع المصدر أونلاين: الحكومة تتوعد بعقاب معيقي حرية التنقل للمواطنين، وتذكر السعودية بالوديعة البنكية لوقف تدهور العملة. وقال الموقع: إن مجلس الوزراء أكد أن الدستور والقانون كفلا للمواطن اليمني حقه الكامل في حرية التنقل، وأنه لن يتم السكوت عن مرتكبي الجرائم بحق المواطنين، وسيعاقب المجرمون والمسؤولون عنها ومن يقف وراءهم بحزم. وكانت نقاط أمنية تابعة لما يعرف بقوات الحزام الأمني الذي تموله وتشرف عليه دولة الإمارات قد منعت عشرات المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية خلال الأسابيع الماضية من دخول مدينة عدن، واحتجزتهم في نقطة العلم على مدخل محافظة لحج. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. دعت وزارة الخارجية اليمنية المجتمع الدولي بحسب صحيفة الشرق الأوسط إلى التحرك السريع لوقف التهديدات التي أطلقها صالح الصماد رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع لميليشيا الحوثي بقطع طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مشددة على أهمية ألا تكتفي الأمم المتحدة بالاستنكار والقرارات غير الرادعة لميليشيا تتحرك بإيعاز من إيران التي تعمل على صرف انتباه المجتمع الدولي عن أزمتها الداخلية. وحذرت الخارجية من مغبة التهاون في التعامل مع هذه التصريحات الاستفزازية التي تهدد المصالح التجارية الدولية، كما لم تستبعد أن تقوم هذه الميليشيا بأعمال تخريبية في المياه الإقليمية وتضرب أهدافا حيوية. وقال منصور بجاش وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشرق الأوسط: إن الحكومة تتحرك في الاتجاهات كافة لنقل الصورة الحقيقية عن الجماعة الإرهابية هذه التي لن تتأخر في تنفيذ تهديدها، داعيا المجتمع الدولي إلى وقفها. وعن لقاء الحكومة مع المبعوث الأممي أكد بجاش أن الحكومة ترحب بأي لقاء يصب في صالح الشعب اليمني وتمد يدها للسلام دوما، إلا أن ميليشيا الحوثي لا تعترف بالسلام ووجودها قائم على القتل وإشعال الحرب. أكثر من عام والمعلمون في اليمن بلا رواتب، كما ورد في صحيفة العرب الجديد. وعلى الرغم من الاحتجاجات الواسعة التي نفذتها النقابات التعليمية، إلا أن جماعة الحوثي أجبرت التربويين على فتح المدارس حتى وإن كان ذلك شكليا.
أغلب الطلاب في المدارس الخاضعة لسيطرة الحوثيين يجدون أنفسهم دون معلمين في أغلب أيام الفصل الدراسي الأول الذي أوشك على الانتهاء. الطالب محمد إبراهيم 14 عاما يقول: أذهب صباح كل يوم إلى المدرسة لكن لا أتلقى سوى حصتين أو ثلاث من إجمالي 7 حصص يومية، وما زلنا في بداية المنهج رغم اقتراب امتحانات نهاية الفصل. أما الطالبة ريم الأحمدي تشكو بدورها وتقول: أشعر بالقلق على مستقبلي، أحيانا أتساءل لماذا هذه الحرب لم تحدث إلا في الوقت الذي أنا بحاجة فيه إلى التعليم، هل سأكون أمية في حال استمرت الحرب؟ أما أحمد المسوري الإداري في إحدى مدارس العاصمة صنعاء يؤكد أن العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين انهارت بشكل كلي، والذي يحدث ما هو إلا مسرحية وهمية لكي لا يقال إن التعليم توقف. عن مظاهر يتشاركها الإيرانيون مع الميليشيات التي يصنعونها، وعن أزمات إيران التي تحدث وكأنها مصدر إلهام لأزمات أخرى تمتد حيث تمتد اليد الإيرانية، هكذا كتب الروائي والصحفي أمير أحمدي أريان مقاله المنشور في نيويورك تايمز والذي ترجمته منال نحاس. ليس الاحتجاج على الأحوال الاقتصادية طارئا في إيران، فأعمال الشغب اندلعت في إسلام شهر ومشهد في التسعينيات احتجاجا على التضخم المالي، ونظمت نقابات سائقي الباصات إضرابات عام 2000 والسنوات التالية، ونزل إلى الشوارع المعلمون احتجاجا على عدم دفع رواتبهم، لكن السلطات أهملت هذه الأصوات ولم تسمعها، فهي أتت من أدنى المجتمع وخنقت، واليوم عادت الأصوات المطالبة بالعدالة والمساواة. وعلى خلاف انتفاضات عام 1999 وعام 2009 يغرد المتظاهرون خارج سرب الإصلاحيين والأصوليين، على خلاف العقود التي تلت الثورة الإسلامية في إيران يستعرض اليوم الأثرياء ثرواتهم وشاراتها، وإلى منتصف عقد 2000 كان ثمة اتفاق مضمر مع مختلسي الأموال يقضي بالتقشف في الملبس والتواضع في المسكن من جهة، وتبييض أموالهم في دبي وتورونتو من جهة أخرى. وكثر الكلام على محمود رضا خاوري المدير السابق لبنك ميلي الذي جنى مئات ملايين الدولارات وصار اليوم قطبا بارزا في قطاع العقارات في تورونتو، والجيل السابق أدرك مكانة المظاهر ولم يتخلى عن ستر الثراء وقشرة الولاء لمبادئ ثورة عام 1979، لكن أبناء الجيل هذا لا يبالون بتواضع المظهر، فالشباب الإيراني الثري لا يخفي شارات الثراء ويقدم نفسه على أنه من طبقة أرستقراطية لا تدرك مصادر ثروتها، فيقودون سيارات بورشو ومازيراتي في شوارع طهران تعرضونها على مرأى من الفقراء وينشرون صور ثرائهم على إنستغرام. ولا شك في أن إيران عرفت اضطرابات كثيرة، والحكومة تجيد فن البقاء في الأزمات وقد تنجو في جولة الاضطرابات هذه، ولكن ثمة ما تغير، ولاء الريفيين المطلق، وهذا الولاء تبدد وكان إلى وقت قريب عماد السلطة في وجه سخط نخب المدن، واليوم يبدو أن السخط عام. في صلب الديمقراطية المعاصرة تكمن الفكرة القائلة بأن القادة ينتخبون ليمارسوا شؤون الحكم، لكن عام 2018 ابتدأ دون وجود حكومتين أوروبيتين، والسؤال الذي تطرحه البي بي سي: هل نحتاج إلى سياسيين؟ وبعد أن تورد الشبكة نماذج لفترات من دون سياسيين قالت: غياب القيادة السياسية لم يواكبه انهيار الخدمات العامة، كما أن أفراد الشعب يمارسون أعمالهم اليومية بشكل عادي. ورغم أن هذا الوضع يظل غير عادي، فإن موقف إيرلندا الشمالية ليس فريدا من نوعه، إذ من شأنه أن يجعل المشككين يطرحون السؤال المتعلق بالجدوى من وجود حكومة على الإطلاق، إذا كنا قادرين كما يبدو أن نتدبر أمورنا بسهولة وبدونها. وتعزيزا لوجهة نظر كاتب التقرير يقول: لم تتشكل في ألمانيا حكومة جديدة على سبيل المثال منذ إجراء الانتخابات الاتحادية غير الحاسمة منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي، غير أن تنصيب وزراء جدد في الحكومة قد لا يحدث إلا بعد شهور. وفي بلجيكا سجلت أطول مدة لغياب حكومة منتخبة في ديمقراطية قائمة بعدما دب الخلاف في عامي 2010 و2011، الأمر الذي قاد إلى فراغ حكومي استمر 589 يوما
حتى الآن. إسبانيا أيضا عانت لمدة العشرة الأشهر الأولى من عام 2016 من الوضع ذاته، إذ ظلت بدون حكومة مركزية حتى صوت الاشتراكيون المعارضون عمليا بشأن السماح للمحافظين أي الحزب الشعبي بتشكيل حكومة أقلية. إلى القدس العربي، والتي قالت بأن وزارة التربية والتعليم المصرية أحالت واضع امتحان للتربية الدينية للتحقيق بعد موجة غضب وسخرية على مواقع التواصل بعد تداول سؤال لامتحان التربية الدينية الإسلامية للصف الثاني الإعدادي. يتضمن الامتحان طلب اختيار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس، وكان السؤال عن نزول سورة الفرقان، والاختيارات المتاحة هي مكية، مدنية، مصرية. وقبل أيام ثار جدل حول سؤال بمادة اللغة العربية للمرحلة الابتدائية أورد آية قرآنية، الآية 195 من سورة آل عمران، على أنها بيت شعري. وجاء في السؤال: ما الجمال في قول الشاعر: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وسادت حالة من الغضب في أوساط المصريين بسبب الاستهتار والإهمال من قبل وزارة التربية والتعليم، وهاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الوزارة بصورة مباشرة. المنظومة التعليمية في مصر تتعرض للكثير من النقد والهجوم بسبب ما يعتبره منتقدوها تخبطاً وغياباً للمنهج العلمي واعتمادها على نظام الأقدمية والواسطة والولاء في الترقي والشغل المناصب. في أكثر الأخبار المنوعة انتشاراً ما جاء في صحيفة الجارديان حول ضابط بريطاني، وعنونت الصحيفة: وجبة كباب تتسبب في فصل ضابط الشرطة. وقالت الصحيفة: تعرض ضابط شرطة بريطاني للفصل من الخدمة لاتهامه بالتوجه لتناول وجبة كباب أثناء تأدية مهام عمله في الوقت الذي قام فيه زملاؤه القلقون عليه بالبحث عنه. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن ريتشارد ميسغريف 52 عاما تعرض للطرد من الخدمة دون سابق إنذار من قوة شرطة كامبريدج شاير، وذلك بعد جلسة استماع في سوء السلوك انتهت إلى أن الضابط انتهك معايير المهنية فيما يتعلق بالصدق والنزاهة والواجبات والمسؤوليات. تتابع الصحيفة: قيل إن الضابط المفصول اختفى من قسم الشرطة لتوصيل امرأة وأصدقائها، ثم قاد السيارة إلى منطقة لتناول وجبة كباب، وقد قام زملاؤه بعملية بحث طارئة عليه لشعورهم بالقلق على سلامته. الكثير من التحدي والجمال تحمله صور صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية، ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.